بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الأولى، نتواصل إن شاء الله وياكم بإعطاء المحاضرات، ونكمل اليوم الـ Muscles of the Upper Limb. الجزء الثاني راح ناخذ الـ Muscles of the Forearm. The Objectives of this Lecture. اليوم راح ناخذ الـ Muscles اللي موجودة بالForearm، تنقسم إلى قسمين، Two Compartments، الـ Anterior والـ Posterior، بالإضافة إلى ناخذ الـ Muscles of the Hand. بالنسبة لل muscles of the forearm، يقول لك many muscles in the forearm، طبعا هواي muscles موجودة بال forearm. بال anterior compartment تنقسم إلى three categories: superficial و intermediate و deep. In general، ال muscles اللي موجودة بال anterior compartment of the forearm راح يكون ال function مالتها هي flexion at the wrist joint and fingers and pronation. كفانكشن عامة عندنا flexion and pronation for the muscles of the anterior compartment of the forearm. بالنسبة للsuperficial compartment، هسا احنا قلنا ال anterior compartment بيها superficial, intermediate و deep. هسا راح ناخذ المسلز اللي موجودة بالsuperficial compartment اللي هي flexor carpi ulnaris, palmaris longus, flexor carpi radialis and pronator teres. طبعا هنا انتبهوا على الاسماء المسلز، اسماء المسلز دائما تعطيك اللوكيشن مالتها وتعطيك الفانكشن sometimes. يعني هسه مثلا لو اخذ اني الفلكسر كاربي النارس، الفلكسر هي وظيفتها فليكشن، النارس صايرة على الميديال سايد، كاربي على الكاربال بونز. نفس الشيء الفلكسر كاربي رادياليس لكن موجودة على اللاترال سايد، بروناتر بروناشن، تيريز يعني سمول، بالمارس على البان، لونجس يعني لونج، وهكذا. زين، these muscles all originate from the common flexor tendon which arise from medial epicondyle of the humerus. هذه المجموعة اللي هي superficial compartment اللي متكونة من four muscles كلها يجمعها origin واحد اللي هو عبارة عن common flexor tendon موجود بالmedial epicondyle of the humerus. The first muscle اللي هي flexor carpi ulnaris كattachment الorigin مالته راح يكون الmedial epicondyle، اتفقنا عليه. And also اكو origin آخر اللي هو long origin from the ulna. Okay. Passes into the wrist joint where attachment لل busiform bone اللي واحد من الكاربال بونز. كأكشن احنا متفقين انه هي الفليكشن، flexor muscle من اسمها، بالاضافة الى الادكشن at wrist joint لان هي صايرة بالميديال سايد فتسوي لي ادكشن. الانرفيشن راح يكون الانر نيرف لان هي بالميديال سايد. بالمارس لونجس طبعا هذه بها variation يعني absent about 15% of the population، ممكن تكون مختفية بنسبة 15% بالpopulation، ماكو 15% من الناس خلينا نقول انه تكون ما موجودة، وهذا normal variation. كattachment الاوريجن اللي الكامن اللي هو الميديال epicondyle، والattachment بالنسبة للانسيرشن الى الفلكسر التناكلوم of the wrist joint، الاكشن flexion at the wrist، والانرفيشن راح يكون الميديان نيرف. خلينا نقول فد قاعدة معينة من مو كلش يعني مضبوطة، لكن أغلب المسلز اللي موجودة بالميدل أوف ذا فور آرم يكون السبلاينج مالتها الميديان نيرف. أغلب المسلز اللي موجودة على الميديال سايد أو الأولنر سايد راح يكون الأولنر نيرف، وأغلب المسلز اللي موجودة بالراديال أو اللاترال سايد راح يكون السبلاينج مالتها الراديال نيرف. فليكسر كاربي رادياليس كاتاتشمنت الميديال ابيكوندايل الكامل فليكسر تندن، والاتاتشمنت راح يكون بالبيز
of the metacarpal 2 and 3 كأكشن فليكشن متفقين عليه and abduction at the wrist joint والإنرفيشن راح يكون الميديان نيرف باعتبارها ماشية بالوسط البرونيتر تيريز مصل هذه هي هنا أنا يقول لك اللاترال بوردر اوف ذا برونيتر تيريز تكون لي الميديال بوردر اوف ذا كيوبيتال فوسا هاي الارياز اللي اخذناها مال الابر لم اللي هي عبارة عن اناتوميكال تراينجل كفرد العلبه كاتاتشمنت بها تو اوريجنز الاولاني اللي هو الموست كومن اللي هو الميديال ابيكوندايل والثاني فروم ذا كورونود بروسيس اوف ذا النا attach laterally تروح الى الميد شافت اوف ذا راديوس يعني الاوريجن من الالنا باتجاه الانسرشن الى الراديوس فالاكشن هنا ايش راح يصير عندي راح يصير برونيشن اوف ذا فور ارم والانرفيشن ايضا راح يكون الميديان نيرف خلصنا السوبرفيشال كومبارتمنت هسه راح نجي على الانترميديت كومبارتمنت اللي تحويلي وان مسل اي يسموها فلكسر ديجيتورم سوبرفيشاليس فلكسر يعني وظيفة فلكشن ديجيتورم يعني سوي اتاشمت للفينجرز وسوبرفيشاليس يعني سوبرفيشال مصر هنا يقول لك على هاي المصل هي good anatomical landmark in the forearm يستخدموها كلاندمارك كعلامة ليش لان عندنا الميديان نيرف والالنر ارتري باس بين اتس تو هيدز اند ذن ترافل بوستيريورلي يستشهدوا بالالنر ارتري والميديان نيرف باعتبار هني فوتن بين تو اتس هيدز فتعتبر لاند مارك بالنسبه للفورم كاتاتشمنت تو هيدز الاولاني الميديال ابيكوندايل اللي هو الجنرال والثاني from the radius المصل هنا راح تكون divided أو splits into four tendons when at the wrist joint where it travel through the carpal tunnel where it سوي attachment بالmiddle phalanges of the four fingers زين كاكشن هنا نسوي فليكشن بالميتاكاربو فالنجيال جوينتس والبروكسيمال انترفالنجيال جوينتس اد فور فينجرز بالاضافه للفليكشن اد ذا ريست الانرفيشن راح يكون الميديان نيرف بالنسبة للديب كومبارتمنت بيها 3 muscles flexor digitorum profundus profundus يعني معناها deep flexor pollicis longus ACB pollicis يعني خاص بالثمب اصبع الثمب الابهام pronator quadratus يعني هذا الرباعية الفلكسر ديجيتورم بروفاندس كاتاتشمنت هنا الاوريجن مالت راح يكون من الالنا والاسوشيتد انتروسيس ممبرين هذا الممبرين اللي صار بين الراديوس والالنا اترست هنا ايضا سبلت انتو فور تندنز باسز ثرو كاربال تنل اوكي واتاتش الى الديستال فالنجيز اوف ذا فور فينجرز عكس الفلكسر ديجيتورم سوبرفيشاليس الانسيرشن مالته راح يكون بالميدل فالنجيز زين الاكشن هنا ايش راح يكون اونلي مسل ذات كان فليكس ديستال انتر فالنجيال جوينتس اوف ذا فينجرز الوحيده اللي تسوي فليكشن بال ديستال انتر فالنجيال جوينتس اولسو فليكشن ات ذا ميتاكاربو فالنجيال and wrist joint
هذا يظل متفق عليه. الانرفيشن هنا ايش راح يكون عندي؟ راح يكون الميديال هالف، الجهة الأولنر أو الميديال اللي تسوي أكشن على الليتل والرينج فينجر، الأصبع الصغير وأصبع الرينج فينجر اللي يلبسون به الحلقة مال الزواج، هذا راح يكون إنرفيشن مالت الأولنر نيرف. والليترال هالف اللي تشمل لي الميدل والإندكس فينجر، هذا الإنرفيشن مالته راح يكون بالأنتيرير انتروسس برانش أوف ذا ميديان نيرف. زين بعدنا بالديب مسل اللي هي الفلكسر بوليسس لونجس، هذه المسلز لايز لاترالي تو ذا فلكسر ديجيتورم بروفاندس كاتاشمنت اوريجينيت فروم ذا انتيرير سيرفيس اوف ذا راديوس اند سراوندينج انتروسس ممبرين اتاتش تو ذا بيس اوف ذا ديستال فالانكس اوف ذا ثام. كأكشن سوي فليكشن بالانترفالنجيال جوينت والميتاكاربوفالنجيال جوينت اوف ذا ثامب، والانرفيشن راح يكون الميديان نيرف اللي هو الانتيرير انتروسس برانش. البرونيتر كوادريتاس هذه سكوير شيب مصر رباعية فاوند ديب to tendons of the flexor digitorum profundus or flexor pollicis longus، صايرة كلش ديب الهن بالنسبة للبقية المسلز. كاتاشمنت الاوريجين راح يكون من الانتيرير سيرفيس اوف ذا اولنا الى الانتيرير سيرفيس اوف ذا راديوس. كاكشن من اسمها هي برونيت الفور ارم، والانرفيشن راح يكون بواسطة الانتيرير انتروسس برانش اوف ذا ميديان نيرف. زين خلصنا هسه المسلز of the anterior compartment of the forearm اللي كانت عندي superficial والintermediate والdeep muscles. هسه راح ننتقل الى المسلز in the posterior compartment of the forearm commonly called the extensor muscles. الanterior compartment كانت flexor muscle، هسه posterior compartment تكون extensor muscles اللي وظيفة الاكستنشن على the wrist joint والفينجرز. All innervated by radial nerve، هاي قاعدة دي جنة كان نصن بالأولنر واغلبها بالميديان، هنا كلهن بالراديال و divided into two layers deep superficial، يعني هنا بالبوستيرير ما عندي intermediate compartment. بالنسبة للsuperficial muscles of the posterior forearm اش تحويلي؟ تحويلي 7 muscles اللي هي الاكستنسر كاربي رادياليس بريفيس، اكستنسر ديجيتور، اكستنسر كاربي اولناريس، اكستنسر ديجيتي مينيمي. هاي الفور مسلز شير كومن تندن اوريجينيت ات ذا لاترال ابيكوندايل، هذه كانت من الميديال ابيكوندايل فلكسر مسل، هذه راح تكون من اللاترال ابيكوندايل. نجي هسه ناخذ اول وحدة اللي هي البريكو رادياليس. يقول لك بارادوكسيكال مصر، يعني شنو معناها؟ يعني عندك الاوريجين مالتها والانرفيشن هو كاركترستيك فيتشرز اوف ذا اكستنسر مصر، بس اكشلي الفانكشن مالتها راح تكون فليكشن. احنا اتفقنا انه كل المسلز مال البوستيرير كومبارتمنت راح تكون اكستنسر مصر، هذه بها مواصفات الاكستنسر اللي هي الاوريجين والانرفيشن، لكن الفانكشن مالتها راح تكون فلكسر عكس المطلوب، فلهذا يسموها بارادوكسيكال عكسيه. يقول لك most visible when the forearm is half pronated and flexing at the elbow against resistance. In distal forearm radial artery والنيرف are sandwiched between brachioradialis and deep flexor muscles. كاتاتشمنت هنا بالنسبة للبراكيوراديالس
originate from the proximal aspect of the lateral supracondylar ridge of the humerus وأتاتش إلى الديستال إند أوف ذا راديوس جاست بيفور الراديال ستايلويد بروسيس كأكشن فليكشن آت ذا إلبو والإنرفيشن راح يكون الراديال نيرف هاي أول مصل الثاني اللي هي الإكستنسر كاربي راديالس لونجس وبريفس situated on the lateral aspect of the posterior forearm okay due to their position اللي صاير باللاترال aspect they are able to produce abduction as well as extension of the wrist joint دائما المسلز او مو دائما اغلب المسلز اللي تكون على اللاترال سايد تسوي لي abduction واللي على الميديال سايد سوي ادكشن زين هنا بالنسبة للإكستنسر كاربي راديالس لونجس اللي هي هاي originate from the supracondylar ridge while the brevis from the lateral epicondyle يعني هاي الأعلى هذه التندنز اتاتش هنا وين راح يكون بالميتاكاربال بون 2 اند 3 كأكشن سوي الاكستنشن وبالاضافه الى الابدكشن اذرز جوينت والانرفيشن متفق عليه هو الراديال نيرف زين اكستنسر ديجيتورم اللي تعتبر المين اكستنسرز اوف ذا فينجرز كاتاشمنت الاورجن مالته راح يكون اللاترال بيكوندايل والتندن كونتينيو انتو ذا ديستال بارت اوف ذا فور ارم سبلت انتو فور اند انسيرت انتو اكستنسر هود اوف ايتش فينجر طبعا هذا الاكستنسر هود اكون انا مثل المخدات او الوسائد موجودة على الدورزال سيرفيس اوف ذا فينجرز يسموها اكستنسر هود زين الاكشن هنا انا راح اسوي اكستنشن اكستند الميديال فور فينجرز ات ميتاكاربوفالنجيال اند انترفالنجيال جوينت الانرفيشن راح يكون بواسطة الديبو برانش اوف ذا راديال نيرف اكستنسر ديجيتي مينيمي مينيمي يعني قصده الليتل فينجرز هذا الليتل فينجر هو المينيمي ديجيتي مينيمي thought to originate from اكستنسر ديجيتورم مصل يعتقدون انه هو جزء من الاكستنسر ديجيتورم in some people these two muscles fuse together قصد على الاكستنسر ديجيتي مينيمي والاكستنسر ديجيتورم تحت مع بعض يصير المصل واحدة in some people يعني بها variation زين الاكستنسر ديجيتي مينيمي lies medially الى الاكستنسر ديجيتوم الاتاتشمنت راح يجيني من اللاترال بيكوندال اوف ذا هيومرس و بالاكستنسر ديجيتوم تندن الى الاكستنسر هود اوف ذا ليتل فينجر كأكشنز extend the little finger and contribute to extension of the wrist where the innervation راح يكون by deep branch of the radial nerve extensor carbi ulnaris صايرة على the medial aspect of the posterior forearm ونظرا للposition مالتها تنطيني abduction بالإضافة للإكستنشن at the wrist joint كأتاتشمنت هنا literally بيكوندايل of the humerus والأتاتشمنت راح يكون بالبيس of the metacarpal
5 اللي هو little finger. الاكشن هنا اكستنشن بالاضافه للادكشن اوف ذا ريست جوينت. والانرفيشن متفقين عليه هو ديب برانش اوف ذا راديال نيرف. الانكونياس مصل هذه سيتويتد ميديالي اند سوبيريرلي بالاكستنسر كومبارتمنت اوف ذا فور ارم. This one blended with fibers of the triceps brachii بحيث تلتحم مع المسلز الفايبرز اوف ذا ترايسبس براكاي. كاتاتشمنت راح تجي من اللاترال بيكوندايل اللي هو مجمع مالك السنسر، والاتاتشمنت راح يكون بالبوستيرير واللاترال بارت اوف ذا اوليكرانون. الاكشن راح يسوي الاكستنشن وبالاضافه الى ستابلايزيشن of the elbow joint, abduction الالنا during pronation of the forearm, where the innervation راح يكون radial nerve. Okay. بالنسبة للديب muscles هنا تكون 5 muscles بالديب compartment اللي هي supinator, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, extensor indices. Indices يعني الindex finger. With exception of the supinator, these muscles act on the thumb and index finger. قصة على ذني. كل شيء pollicis قلنا thumb والindices على الindex. بالنسبة للسوبينيتر lies in the floor of the cubital fossa, has two heads, which a deep branch of the radial nerve passing between. طلع منا ال two heads واحد من عندهم يجيني من the lateral epicondyle of the humerus, while others from the posterior surface of the ulna. واثنيناتهم united together to be inserted in the posterior surface of the radius. كأكشن هنا أنا راح أسوي supination والإنرفيشن متفق عليه deep branch of the radial nerve. الأبدكتر pollicis longus situated distal to supinator muscle وبالهاند the tendon contribute إلى the lateral border of the anatomical snuff box. هاي الأريا اللي موجودة بالهاند يسموها anatomical snuff box اللي هي صندوق الشم. زين كأتاتشمنت هنا الأوريجين مال الأبدكتر بوليسس لونجس راح يجيني من الانتروسيوس ممبرين هذا اللي between the radius والulna بالإضافة إلى the posterior surface of the radius والulna. وال attachment راح يكون بال lateral side of the base of the metacarpal one. زين كأكشن هنا نسوي لي abduction من اسمها والإنرفيشن اللي هو البوستيريور انتروسس برانش اوف ذا راديال. هذا هو السناف بوكس اللي صندوق الشم. هذا شنو كان ليه سموه صندوق الشم؟ قبل كانوا اللي يشربون مخدرات يخلي البودره هنا ويقعد يشمها يسموه صندوق الشم. بهاي التندز اللي ذكرناها الاكستنسر بولسس لونجس واحدة من عدين تمثل واحدة من البوردرز of the snuff box. بعد عندنا الاكستنسر بولسس بريبس found medially and deep to abductor بولسس لونجس. بالهاند
التندن contribute إلى lateral border of the anatomical snuff box. أوكي. الاتاتشمنت هنا راح يكون من ال posterior surface of the radius بالإضافة ل interosseous membrane، والاتاتشمنت راح يكون sorry originated from the posterior surface of the radius. أوكي. وال interosseous membrane، والاتاتشمنت insertion راح يكون ال base of the proximal phalanx of the thumb. كأكشن هنا أنا راح تشتغل على الثمب، سوي لي extension بالميتاكاربوفالنجيال جوينت والكاربوميتاكاربال جوينتس of the thumb، والإنرفيشن راح يكون بواسطة posterior anterosus branch of the radial nerve. هنا حبينا شوية نعطيكم فد ملاحظة على اكو تيوبركل موجودة على الراديوس يسموها ليسترز تيوبركل او sometimes called dorsal tubercle of the radius حديبة ليستر. حبينا نوع عنها ما تطرقنا للموضوع. نكمل الاكستنسر مصر بقى عندي الاكستنسر indices properius this one. هاي شو راح تعطيني خصيصة تخلي لي الاندكس فينجر اللي هو هذا تكون independent of the other fingers during extension. ملاحظين بالنسبة للاكستنشن كل الاصابع تروح وتجي نفس الشيء. هاي المصر راح تعطيني خاصية تخلي بس الاندكس يكون independent مستقل عن البقية. شوفوا عندنا هاي الاكستنسر هود اللي هو الغلاف اللي يغطي لي انه هذا بالنسبة للاكستنسر هود عبارة عن فاشة تغطي لي الاكستنسر part of the fingers. زين هنا بالنسبة للاتاتشمنت مال الاكستنسر اندسيس بروبرياس تجيني من البوستيريور سيرفيس اوف ذا اولنا بالاضافة للانتروسس ممبرين وديستال تو ذا اكستنسر بولسس لونجس سير انصى من عندها، والانسيرشن راح يكون بالاكستنسر هود اوف ذا اندكس فينجر. الاكشن extension بالindex finger والinnervation راح يكون posterior anterosus branch of the radial nerve. اوكي هسه راح ناخذ موضوع جديد اللي هو يسمونه muscles acting on the hand. خلصنا هسه المسلز مال الفور ارم، نتجه الى المسلز اوف ذا هاند. ينقسم الى قسمين اكسترنسك وانترنسك مسلز. الاكسترنسك مسلز هي لوكيتد بالانتيرير بوستيرير كومبارتمنت اوف ذا فور ارم، مسلز اللي اخذناها بالفور ارم. كنترول سمبل موفمنتس اند برودوس فورسبل جريب. جريب يعني شلون مسكه مال الايد واحد من يقفص ايده. الانترنسك مصل شنو فهمت located within the hand itself. هنا ما تطلع الانترنسك منها وبيها للهاند. were responsible for fine motor functions of the hand. تعطي وظائف بسيطة للهاند. ايش تشمل لي هاي المسلز of the hand؟ adductor pollicis palmaris brevis anterosi lumbricals thinner and hypothenar muscles. اوكي نجي هسه ناخذ اول جروب من المصل يسمونه الثينر muscles. عندنا تو جروبس موجوده بالهاند ثينر وهايبوثينر. الثينر
المسلز اللي موجودة على جهة الثمب، والهايبوثينر اللي المسلز اللي موجودة على جهة الليتل فينجر. فالثينر هنا أنا راح ناخذها اللي قريبة على الثمب. 3 short muscles located at the base of the thumb. Okay. Muscle bellies produce bulge known as thinner eminence. هاي المسلز من ينجمعنا بهاي المنطقة؟ تلاحظون بقى من واحد يفتح ايده يشوف فد بروميننس فد سوالينج موجود، هي هاي يسموها الثينر مسلز، او البلجينج يسمونه ايمننس، ارتفاع او فد علو. زين هاي شنو وظيفة؟ responsible for fine movements of the thumb. الميديان نيرف يسوي innervation for all thinner muscles. زين هنا عندي اول muscles اللي هي اللي موجودة بالثينر، opinions pollicis. opinions يعني يسوي لي opposition، وpollicis يعني thumb. largest of thinner muscles، اكبر وحدة موجودة هي هاي من ال 3 muscles، ولايز underneath ال other 2 يعني صايرة جواهن كاتاتشمنت، راح تجيني من التيوبركل اوف ذا ترابيزيوم والاسوشيتد فلكسر تينيكولم، والانسيرشن راح يكون باللاترال مارجن اوف ذا ميتاكاربال اوف ذا ثمب اللي هو يعتبر الفيرست ميتاكاربال. الاكشن من اسمها اوبوزيز ذا ثمب، تسوي لي اوبوزيشن للثمب، والانرفيشن راح يكون الميديان نيرف. المصل الثاني اللي موجودة بالثينر جروب يسموها ابدكتر بوليسز بريفس، هاي البلو وان فاوند انتيريرلي الى الاوبننس بوليسس. اوكي اند بروكسيمال تو ذا فلكسر بوليسز بريفس. اوكي كاتاتشمنت تجيني من التيوبركلز اوف ذا سكافويد اند ترابيزيوم والاسوشيتد فلكسر ريتينيكولم، واتاتش الى اللاترال سايد اوف ذا بروكسيمال فالانكس اوف ذا ثمب. كاكشن سوي لي ابدكشن من اسمها، والانرفيشن راح يكون الميديان نيرف. الفلكسر بوليسس بريفيس most distal one of the thinner muscles، تجيني من التيوبركل of the trapezium والassociated flexor tenaculum واتاتش الى البيس of the proximal phalanx of the thumb. اوكي كاكشن هنا انا راح اسوي ريفلكشن بالميتاكاربوفالنجيال جوينت اوف ذا ثام، والانرفيشن راح يكون الميديان نيرف. زين الديب هيد، طبعا هاي المسلز بيها ديب هيد، انرفيتد باي ديب برانش اوف ذا اولنر نيرف. هاي شوي واحد لازم ينتبه له. زين الهايبوثينر مسلز، هذه المسلز اللي قريبة على الليتل فينجر، ايضا تسوي لي هايبوثينر امينس، تسوي لي فد تعلوة على جهة الليتل فينجر جوا الليتل فينجر، والأولنر نيرف هو اللي راح يكون النيرف سبلاي. عندي اوبننس ديجيتي مينيمي تكون ديب الى الاذر هايبوثينر مسلز، والاتاتشمنت راح تكون من الهوك او ذا هامت والاسوشيتد فلكسر تينيكولم، والانسيرشن راح يكون الميديال مارجن اوف ذا ميتاكاربال 5. الاكشن راح يسوي روتيشن بالميتاكاربال
of the سوينا هنا rotation بالميتاكاربال ball of the little finger towards the palm. فلهذا بهاي الحركة ايش راح نسوي؟ راح نسوي ايضا opposition. والانرفيشن مثل ما اتفقنا عليه هو الأنر. ابدكتر ديجيتي مينيمي تكون الموس سوبرفيشال اوف ذا هايبوثينر، والاوريجن مايت راح يكون من البيزي فورم بالاضافه الى التندنز اوف ذا فليكسر كاربي اول نارس، واتاتشمنت راح تكون للبيس of the proximal phalanx of the little finger. كأكشن سوي لي abduction باللittle finger من اسمها، والإنرفيشن راح يكون الأولنر نيرف. المسلز الثالثة اللي هي flexor digiti minimi brevis هذه تكون lies laterally إلى الأبدكتر digiti minimi، والاتاتشمنت مالت راح يكون from the hook of the hamate وياها adjacent flexor retinaculum، والانسيرشن راح يكون بالبيس of the proximal phalanx of the little finger. الاكشن هنا راح يكون flexion metacarbophalangeal joint of the little finger، والانرفيشن راح يكون الأولنر نيرف. زين خلصنا الهايبوثينر مسلز، نجي على مسلز مجموعة يسموها اللامبريكلز. هذه اللامبريكلز هي عبارة عن 4 مسلز موجودة بالهاند each associated with finger، كل واحدة لها ارتباط بفينجر. very crucial to finger movement تكون بين الفينجرز، linking extensor tendons to the flexor tendons وظيفتها هاي تكون مصل بينية تربط لي extensor group ويا flexor group. كattachment each lumbricle كل واحدة من عندها then the four muscle originate from the tendon of the flexor digitorum profundus. هذه المسلز اللي حكيناها اللي موجودة بالديب جروب اوف ذا فلكسر او الانتيرير كومبارتمنت، والانسيرشن مالته راح يكون بالاكستنسر هود اللي حكيناها موجودة هنا بالاكستنسر سيرفيس اوف ذا الفور فينجرز. زين كأكشن هنا نسوي الفليكشن بالميتاكاربوفالانجيال جوينت واكستنشن بالانترفالانجيال جوينتس اوف ذا ايتش فينجر. الانرفيشن راح يكون الميديان نيرف يسوي لي سبلاينج الى اللاترال تو لامبريكلز اللي هي تشمل الاندكس والميدل، وعدي الميديال تو لامبريكلز اللي قريبة على الميديال سايد اللي تشمل الليتل والرينج فينجر. الانرفيشن مالته راح يكون باي اولنر نيرف. جروب اخر من المسلز اوف ذا انترنسك مسلز اوف ذا هاند يسموها انتروسي مسل، هذه لوكيتد بتوين الميتاكاربالز ميتاكاربال بون، تنقسم الى تو جروبس يسموها دورزال وبالمر انتروسي. In addition to their actions of the abduction هنا أنا dorsal introsi وظيفتها الابدكشن، والبالمر وظيفتها abduction of the fingers. الانتروسي also assist the lumbricals in flexion at metacarbophalangeal joint واكستنشن at interphalangeal joint. هذه هنا أنا in سوري مو عند ان ميتاكاربوفالانجيال جوينت، فهي تساعد اللامبريكلز باداء وظيفتها اللي هي الفليكشن والاكستنشن.
نيجي على الدورزال انتروسي مسل more superficial of the all dorsal muscles. Okay. They are four dorsal anterosi muscle. أربعة عندي. الاتاتشمنت كل وحدة من الانتروسي راح تجيني من اللاترال and medial surfaces of metacarpals. ويسوي لي اتاتشمنت إلى الاكستنسر هود. هذا. And proximal phalanx of each finger. كأكشن عندي هنا نسوي abduction إلى الفينجرز وين؟ بالميتاكاربو فالانجيال جوينت. والإنرفيشن راح يكون بواسطة الأولنر نيرف. البالمر اللي هي located anteriorly بالهاند تكون عبارة عن 3 muscles. الاتاتشمنت مالتها كل وحدة من عدها تجيني من الميديال or lateral surface of the metacarpal. والاتاتشمنت راح تكون بالاكستنسر هود بالاضافة الى البروكسيمال phalanx of the same finger. مين تجي هي؟ سوي لي اتاتشمنت الى نفس الفينجر. الاكشن هنا راح تكون adduction بالميتاكاربو فالنجيال جوينت. الانرفيشن راح يكون الالنر نيرف. زين اذر مسلز اللي موجوده بالهاند غير هاي اللي درسناها يسموها بالمارس بريفيس. هاي سمول ثين مسل فاوند فيري سوبرفيشالي ان سبكوتينس تيشو اوف ذا هايبوثينر امينينس. الاتاتشمنت مالتها راح تكون من البالمر ابونيوروسيس والفلكسر ريتيناكولم. والاتاتشمنت مالتها راح تكون بالديرمس اوف ذا سكين اون ذا ميديال مارجن اوف ذا هاند. كاكشن هنا رينكلز سكين اوف هايبوثينر امينينس and deepens the curvature of the hand improving the grip. هنا وظيفتها ايش راح تسوي لي؟ راح تزيد التجاعيد اللي موجودة بالهاند بالاضافة الى الكيرفجرز الخطوط اللي دا تشوفوها هاي اللي واحد من يباوع على البال مالته راح يشوف ذن الخطوط اللي هي 81 وال 18 هذين يساعدن بالجريب بالمسك مال الايد اللي هي الوظيفة الاساسية للهاند. ما تكون سموذ الهاند، اذا كانت سموذ الجريب راح يكون خفيف، لكن اذا كان بكيرفيتشرز ورينكلز راح تكون المسكة قوية. فهنا البالمارس بريفيس راح تزيد الرينكلز وتسوي ديبنس الى الكيرفيتشرز اوف ذا بال. الادكتر بوليسز large triangular muscle بها two heads. Radial artery passes anteriorly through the space between the two heads forming a deep palmar arch. كأتاتشمنت one head originate from metacarpal 3 والأذر head originate from the capitate and adjacent areas of the metacarpal 2 and 3. Both attach into the base of the proximal phalanx of the thumb. الاكشن سوينا adduction الى الثمب والانرفيشن راح يكون الالنر نيرف. Thank you very much.